اسمها شلالات أقشور، تعتبر أجمل. السلام عليكم. شوفوا هذه الحين، هذه منطقة اسمها شلالات أقشور، تعتبر أجمل مناظر عندنا في المغرب. هي تقع في شمال المغرب، هي محسوبة على مدينة شفشاون، المدينة الزرقاء. هي الحين هذه شلالات أقشور معروفة بالشلالات الكبيرة وفي أماكن الطبيعة الحمد لله. وفي الصيف أكثر سياحة تجي لهنا هي بالصيف. هني مثلا تجي بالصيف تحس زحمة كثير على السياح اللي يجونها من دول العالم. وني الناس أكثر اللي يجون في الصيف، حيت هني معروفة بالشلالات ومناظر خلابة، ويكون فيها مثلا الناس يسبحون. السباحة هني تجي أفضل من البحر. وني الحين الشلالات مرحبا شو توجد الرئيس، مرحبا. الحين هذه المنطقة تسمى بمنطقة شلالات أقشور، يتقع في شمال المغرب، محسوبة على مدينة شفشاون المدينة الزرقاء. الحين أقشور معروفة تعتبر أكبر شلالات عندنا في المغرب، ومعروفة بالطبيعة اللي عندنا. وهي في عندها طريقين، في طريق من هنا توصلك على قنطرة ربي، تسمى بقنطرة ربي، في قنطرة كبيرة مسكة من الحجر بناها الله سبحانه وتعالى. في الطريق الثاني، اللي فيه مثلا تروح مثلا نص ساعة بالمشي تحصل الشلال الصغير، تروح ساعة تحصل المتوسط، مثلا ساعتين ولا ساعتين ونص تحصل كبير، يمكن طوله أكثر من 100 متر هيك. وهي هذه هي تقع في شمال المغرب، هي أجمل مناظر عندنا في المغرب لو سالي فيها.